قصة لوط عليه السلام. كان لوط عليه السلام من الذين آمنوا بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وعندما هاجر إبراهيم من بلاد الرافدين إلى الشام كان لوط في مقدمة الذين هاجروا معه. ثم توجه لوط مع إبراهيم إلى مصر بعد أن انتشرت المجاعة في فلسطين، وبعد أن انتهت المجاعة عاد إلى فلسطين ومعهما ماشية كثيرة أعطاها لهما ملك مصر. ولما كانت المراعي ضيقة ولا تتسع لماشيتهما الكثيرة، وكانت تحدث بسبب ذلك خصومات بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، رأى إبراهيم أن يتقاسم الأرض مع لوط دفعا للخلاف، فعرض على لوط اختيار الموضع الذي يريد، فاختار مكانا بالأردن تقوم عليه مدينة سدوم وما حولها، وأقام في مدينة سدوم. كان أهل سدوم من أكفر الناس وأفجرهم، فقد ابتدعوا في الفجور بدعة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. فقد كانوا يأتون الذكران من الناس، وكانوا من المشركين بالله، ويعملون الخبائب في مجالسهم ويقطعون الطريق على الناس. أصبح لوط يدعوهم إلى الإيمان بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إنه لوط يدعونا إلى ترك لهونا ومرحنا والانضمام إليه. نعم نعم، إنه يدعونا إلى عبادة ربه كما يدعي. لكنهم لم يستجيبوا له، بل هددوه بأن يخرجوه من ديارهم. يجب أن نخرجه من ديارنا، هو ومن معه، إن أصر على دعوته هذه. أجل، يجب أن يكف عن ذلك وإلا أصابه شر منا. وقد تحدوه وقالوا له: هل سمعت؟ إنه يتوعدنا بالعذاب. فلما شعر لوط باليأس منهم دعا الله قائلا: يا رب انصرني على القوم الفاسقين. وأمر الله ملائكته أن يقلبوا قرى سدوم على أهلها بعد أن يأمروا لوطا بالخروج من ديارهم. جاء الملائكة إلى سدوم في صورة رجال من أجمل خلق الله، ونزلوا ضيوفا على لوط عليه السلام، لكنه لم يعرفهم، وعندما رأى جمالهم وحسنهم اغتم لذلك وأصابه القلق، لأنه خاف أن يعتدي قومه على ضيوفه بالسوء. انتشر خبر الضيوف بين القوم: لقد شاهدت ضيوفا عند لوط، فيا لهم من ضيوف، إنهم جميلو الشكل يا صديقي. ما رأيك أن يكونوا ضيوفنا؟ فجاء قوم لوط إلى بيته مسرعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يريدون السوء بهم فأصاب لوطا الذعر وقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني مع ضيوفي أليس هناك رجل عاقل بينكم لما لا تنصرفوا إلى النساء فهن خير لكم وأطهر فقالوا له أنت تعلم أننا لا نريد النساء ولا رغبة لنا بهن فلما اشتد الأمر على لوط وأصابه الغيظ أعلمه الضيوف أنهم من الملائكة وأن الله أرسلهم لإهلاك قوم لوط فقام جبريل عليه السلام وضرب على أعينهم فأصابهم العمى وقالت الملائكة للوط لا تحزن ولا يصيبك الخوف فلن يصيبك العذاب أنت وأهلك إلا زوجتك فقد كانت من القوم الكافرين وقالوا له اخرج بأهلك ليلا ولا ينظر أحد خلفه كي لا يرى هول العذاب فيصاب منه بشر وإن هؤلاء القوم سيكون موعد عذابهم في الصباح خرج لوط عليه السلام وابنتاه فنجاهم الله من العذاب ولما حل العذاب الذي قدره الله على قوم لوط جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليها في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر صلب كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا لهم من الله فعذاب الله ليس بعيدا عن القوم الفاسقين والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة لوط